جينا اليوم كنحتجوا ولا جينا كنعلنوا واحد الاضراب مفتوح، راه ماشي طمع في شي حاجه، طمع في شي حاجه راه اول حاجه غيره على الفورماسيون ديالنا وغيره على الصحه ديال المواطن. راه ملي كنجيو كندوي على تكوين ديال الاطباء ديال الغد، راه كندوي على واحد الاطباء اللي غاديين يتعاملوا مع دي باسيون اليوم، خوتنا خواتاتنا والدينا والديكم، زعما راه مساله ديال الصحه عموميه. راه كندوي على الصحه ديال المواطنين. السبيطارات راه ما يمكنش واحد طالب اللي مكون في واحد الاكتضاض في واحد السبيطارات باسيون كيتجمعوا عليها 6 7 د لي زيكستيرن كاملين كيتعاملوا مع لو مي باسيون، واحد الاكتضاض واحد النقص في لا فورماسيون. راه ما يمكنش انا ما كنشوفش كيفاش يمكن طبيب اللي مكون في هاد الظروف يكون واحد الطبيب اللي نتيقوا فيه. زعما راه ماشي ملي كنجيو دابا كنلقاو اي واحد والدينا ولا هذا ديما كيدويو بهذيك الهضره ديال الاطباء راهم جزاره، اطباء راهم ما باغينش الصالح المواطن. هذوك الاطباء راه كيتكونوا في واحد الظروف اللي مزريه، واحد الظروف واحد الاكتضاض واحد لو ستريس. راه كاينين بزاف ديال لي ستاتيستيك وداك الشيء كيدويو على الصحه النفسيه ديال الاطباء، واحد الظروف اللي ما كتمكنهمش انهم يديروا المهنه ديالهم على احسن الظروف. المسلسل النضالي ديال اللي كان المسلسلات النضاليه كانت بدات من 2011 2015 2019، حنا اليوم في 2023 2024. هادشي اللي كان كيبين على شي حاجه غيبين غير على التماطل والتهاون اللي من طرف الوزارتين الوصيتين في عدم تلبيه الطلبات ومطالب المشروعه ديال طالب طب ولا طالبه طب او صيدله. اليوم حنا في هذا الانزال المحلي باغيين نعبروا، كهذا الانزال المحلي كان بالضبط جواب على عدم على التهاون وعلى عدم الاستجابه لذاك الشيء اللي بغينا، وكنحسوا بهم اكتيفين لينا واحد المود سيلونس، ما باغينش يهضروا معنا، ما باغينش يسمعوا لينا. كيقولنا المطالب ديالكم كبيره، الوغ كل المطالب ديالنا الهدف الاسمى ديالها هو الصحه ديال المواطن والمواطنه المغربيه وجوده تكوين الطالب والطالبه المغربيه. ما عندناش تاطير بالنسبه للمشاكل ديالنا اون جينيرال، كاين الاكتضاض المهول والارتفاع في اعداد الطلبه اللي ما كيكونش مواكب ماتيريال ولا لي لوكو ولا فين نقراو، كيبقاو غير كيزيدوا. سيغت يمكن كيبان لهم باللي الهجره كتدي بزاف ديال الاطباء وبزاف ديال الصيادله، ولكن بلاصه ما يصلحوا لا ريفورم ويشوفوا المشكل فين كاين، كيحاولوا يكومبليو هذاك لو مونك بانهم يزيدوا بزاف وما كيشوفوش باللي راه كيضروا بالتكوين ديالنا. هذا الشيء من جهه اخرى التدريب الاستشفائيه ما كاينش تاطير فيها، كتلقى 40 واحد مجموع على باسيون، وهادشي نورمال وما خصوش يكون. بالنسبه للصيدله ما كاينينش تداري في مختبرات صناعه الادويه ولا في مختبرات البيولوجيا، الوغ اكثر حاجه كيخدم فيها طالب صيدلي ولا صيدلي الا كان غيخدم هي الاندستري. كيفاش بغيتي يدوز في الاندستري يخدم فيها بلا ما يكون داز في السطاج ديالها؟ واخيرا التخصص ديالنا ثوازيام سيكل الهيكله ديالو غير واضحه، ومازال كنعانيو من واحد الضبابيه اللي كبيره وقرارات اللي كتنزل من السماء، قرارات احاديه بدون اشراك مجالس ومكاتب الطلبه. انا اليوم كطلبه طب والصيدله بالرباط جينا كنحتاجو هنا في لافاك ديالنا، فعلى اساس واحد في اطار واحد المسلسل نضالي طويل اللي بدا من اكثر من شهر، ولكن اللي القرار ديالو اللي كان زعما الاصل ديالو يعود لواحد القرار وزاري اللي كان خرج في 2022. هذا القرار الوزاري هذا اللي كان كيهضر على الانتقاص من 10 سنوات ديال الطب والمرور الى 6 سنوات بدل 7 سنوات اللي كانوا. وهذا الشيء اللي خلى طلبه الطب والصيدله اليوم يجيو يحتجوا على وديت انهم خصهم ضروري يكونوا عارفين فين كاين المصير ديالهم وهذا التغيير هذا فين غادي يؤدي بهم، حيتاش كاين مجموعه من التساؤلات على اساس انه واش هذا التغيير هذا غياثر على القيمه ديال الدبلوم ديالهم، واش غيخليهم انهم يمارسوا المهنه ديالهم بواحد الطريقه اللي هي مقاده، واش غيخليهم انهم يمشيو يديروا دي فورماسيون على برا الا بغاو يعاودوا يرجعوا للمغرب من بعد. واليوم كاين طلبه اللي في السنه الخامسه ديالهم ومازال ما عارفينش واش غيقراوا 6 سنوات او 7 سنوات، مازال ما عارفينش واش غادي يدوزوا الامتحان تاع الانترنا ولا الغازي طالا ولا غادي يتبدلوا، مازال ما عارفينش اصلا هذيك السنه السادسه اللي هي العام الجاي بالنسبه لهم اللي ما بقى ليه والو، يعني كنهضروا على اقل غير بضع شهور اللي كتفسرهم على هذيك السنه، ومازال ما عارفينش اصلا شنو غادي يقراوا فيها، مازال ما عارفينش شنو غادي يتبدل فيها، ومازال ما عارفينش مجموعه من الامور واللي كيخرجوا غير الشائعات لحد الساعه واللي الوزاره ما باش انها تسوى تفندهم وتعطينا داك الشيء اللي كان. وبالتالي فان الطلبه الى جاو يعبروا الغضب ديالهم حيت راهم في واحد الوضعيه اللي قاصحه بزاف.